آداب النوم. كيف تنام كما كان ينام الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الأذكار التي تقولها قبل النوم؟ الأدب الثاني، الوضوء قبل النوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. أولا تتوضأ كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا تنام على شقك الأيمن، على الجنب الأيمن، طول الليل على الجنب الأيمن، ولو احتاج الإنسان أن ينقلب على الشق الأيسر لا بأس، لكن في بداية النوم ينام الإنسان على شقه الأيمن ناويا الاقتداء بأمر الحبيب عليه الصلاة والسلام. وهنا حديث آخر يبين لنا أن الإنسان إذا نام متوضئا فانقلب بالليل دعا له الملك لأنه نام طاهرا. والدليل ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا، شرطان، على ذكر يظل يذكر الله حتى يأخذه النوم، طاهرا أي متوضئا، ما جزاؤه؟ الذي توضأ وظل يذكر الله حتى أخذت عينه النوم. فيتعار يعني ينقلب، فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. إذن إذا أردت أن يستجيب الله دعائك فتوضأ ونم ثم قلب، كلما انقلبت تدعو الله عز وجل بدعوة تتمنى أن يستجيبها الله عز وجل لك. حديث حسن رواه الإمام أحمد بسند حسن. نفض الفراش قبل النوم والاضطجاع على الجنب الأيمن. نفض الفراش، إذا جئت إلى السرير لتنام فامسك فوطة وانفض الفراش مرتين أو ثلاث مرات ثم نام. الفراش نظيف؟ لا، انفضه عملا بالسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم قال، ثم ليضجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها. إن أمسكت نفسي يعني يا رب أنا سأنام الآن، إن قبضت روحي وأنا نائم فاغفر لها، وإن أرسلتها، إن تركت روحي وأيقظتني في الصباح، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. جمع الكفين قبل النوم والنفث فيهما هكذا، ثم تقرأ فيهما المعوذات: قل هو الله أحد كاملة، وقل أعوذ برب الفلق كاملة، وقل أعوذ برب الناس كاملة، ثم تمسح جسدك بادئا برأسك وجميع جسدك وما تستطيع من جسدك.
تكرر ذلك 3 مرات، جمع الكفين ثم تنفث ثم تقرأ المعوذات ثم تمسح جسدك. لو فعلت ذلك فإنك تطهر جسدك من الذنوب والمعاصي، تطهر جسدك من العين والحسد، تطهر جسدك مما يريد الله عز وجل أن يطهر جسدك منه، فلا تنسى هذه. وطفلك الصغير الذي بجوارك لا يستطيع أن يفعل هذا، افعل أنت معه هذا، اجمع كفيك وانفس فيهما واقرأ المعوذات ثم امسح على جسد طفلك 3 مرات، انفس عليه، يقيه الله عز وجل حسد الحاسدين وعين العائنين. قراءة آية الكرسي عند النوم، يستحب للمسلم أن يقرأ آية الكرسي عند النوم. إذا جئت إلى النوم فقل سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، هذه 100. إغلاق الأبواب وتغطية الآنية عند النوم، وإذا كانت هناك آنية مكشوفة فغطها، فإن لم تجد شيئا تغطيها ولو أن تعرض عليها عودا وتقول بسم الله. لماذا؟ ستعرف الآن لماذا. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استدنح الليل أو قال جاء جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا، تعرض على الإناء شيئا كما ذكرت لك، هكذا تعرض عليه شيئا قل بسم الله وتضعه على الإناء. طيب من هنا مفتوح ومن هنا مفتوح، لماذا عرضت عليه عودا وذكرت اسم الله؟ لأنه هناك ليلة في السنة ينزل داء من السماء لا يصادف إناء مفتوحا إلا نزل فيه، فإذا ذكرت اسم الله وعرضت عليه عود لا ينزل فيه الداء. ما الدليل؟ اسمع الدليل. الدليل ما رواه مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. إناء ليس عليه غطاء معروف. طيب والسقاء، السقاء هو الإناء من جلد يربط فمه، إذا ربط فمه يسمى أوكي السقاء، كان أربط فم السقاء وغطي الإناء. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء أي مرض داء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. طبعا إذا كانت الآنية في الثلاجة لا بأس، لأن الثلاجة غطاء لها. عدم النوم على البطن، يكره الإنسان أن ينام على بطنه. والدليل، الدليل ما رواه الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضجعا على بطنه فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله، لا يحبها الله. إذا المكروه. تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر سورة البقرة تقرأ الآيتين الأخيرتين. لماذا؟ كل ليلة تقرأهما، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال بعض العلماء كفتاه عن قيام الليل، قال بعض العلماء كفتاه عما يؤذيه، قال بعض العلماء كفتاه عن الذكر كله، كفتاه من أموره، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كفتاه من كل شيء. أسأل الله عز وجل
أن يبارك فيكم وأن يجمع شملكم وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى.